لنقاش هذا الملف والمزيد من التفاصيل حول بيان هيئة علماء المسلمين بهذا الشأن. ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين الدكتور يحيى الطائي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. دكتور، أصدرت الهيئة بيانا حول الأحداث الأخيرة في كشيفة، ما حقيقة هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني دائما هذا السيناريو يتكرر في أكثر من حالة، يعني دائما عندما تكون الحكومة هناك في أزمة كبيرة تحاول تصدير هذه الأزمة بطريقة ما، وتجعل من الملف الأمني هو المحور الذي تحاول جذب الأنظار له بعيدا عن حقيقة الفعل الذي حصل على الأرض. فهي بذلك من مقتضيات الصراع الإيراني الأمريكي على الأرض يقتضي أن هذه القوات تعيد انتشارها مرة أخرى في هذه المحافظات، فيجب إيجاد مبرر حتى تنتشر هذه الميليشيات في هذه المناطق مرة أخرى وتعيد تخندقها حول هذه المحافظات من أجل استراتيجيات أخرى ورسالة تبعثها إلى الإدارة الأمريكية من أجل تحسين الوضع التفاوضي الإيراني على الأرض العراقية. هذا من جانب. من جانب آخر، عملية استبدال الحشد العشائري. الحشد العشائري هو مكون من أهل المحافظات هذه التي شاركت في وقتها فيما يسمى عمليات تحرير المدن وغيرها. عملية الحشد العشائري المكون من هذه المناطق، عملية استبداله بالحشد الشعبي الذي هو مثل ما قال تقريركم الحشد الولائي، اللي هو ذات طابع عقائدي، ذات طابع عقائدي في القتال. هذا عملية استبداله كيف يكون؟ يجب أن يثبت بأن هذا الحشد الشعبي، الحشد العشائري، غير قادر على حماية هذه المناطق، فبالتالي ما هو البديل؟ البديل المجيء بالحشد الشعبي. وهذا كان واضحا جدا بحيث البيانات صدرت من كل فصائل الحشد الشعبي بأنه يجب أن نعود إلى هذه المناطق، نحن الأولى بالقتال، نحن لنا خبرة، نحن لنا طيب. هذه البيانات كلها مجتمعة كانت جاهزة ومعدة سلفا بدليل بمجرد حصول الحادثة برزت. المسألة الثالثة، أنه أهل هذه المناطق قالوا بأن هناك معلومات كثيرة وأن الأجهزة الأمنية هي لم تتدخل لحماية هؤلاء المواطنين وسببت الكارثة وما حصل من مجازر لقتل. فإذا عملية تصفية لهذا الحشد العشائري كما حصل في ملف الصحوات. في ملف الصحوات ماذا فعلت الحكومة؟ استغلت مجموعة الصحوات من أجل أن تجعلها سدا واقيا وتقاتل بهؤلاء الناس، وبعد ذلك يتم تصفيتهم. كذلك يراد تصفية هذا الحشد. المسألة الأخرى أنه الآن يعني الشارع العراقي بدأ في ثورة كبيرة جدا لإزالة هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي يعني لم تبقي للعراقيين شيئا أملا في الحياة، فخرج كل هؤلاء الناس من أجل تغيير هذا الواقع. أرادوا أن يعيدوهم إلى الملف الأول وهي ملف الطائفية وملف يعني التخندق الطائفي، لأنه هي لا تستطيع أن تعيش في ضوء مجتمع مسالم. يجب أن يكون هناك تخندقا طائفيا حتى يكون هناك مبررا للوجود، حتى يكون هناك دعما لهذا الملف. دكتور يحيى، كيف يبدو موقف الحكومة بعد إعلانها الانتصار على تنظيم داعش قبل عامين؟ كيف يبدو موقفها دوليا وكذلك أمام الرأي العام العراقي المتظاهر والمحتج على سياساتها؟ يعني بالتأكيد الحكومة هي كما يعلم الجميع هي أسيرة في يد هذه الميليشيات، هي أسيرة لهذه الميليشيات، هي من تفرض رأيها على هذه الحكومة وليس العكس. يعني هم يقولون أن هذه الميليشيات هي تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وبأمرة القائد المسلحة، لكن كل هذا هو غير صحيح وغير واقعي. الذي يمسك بهذا الملف ويفرض إرادته هي هذه الميليشيات، فبالتالي الحكومة لا تخجل في أن تعلن أنها قضت على داعش ثم بعد ذلك تعود أبدا. هي التي يعني جعلت من دماء العراقيين جزء من محركات وجودها، فبالتالي لا تخجل من شيء. هي مع شديد الأسف يعني هذه الأحداث التي تسيل بها دماء العراقيين
تجعلها وقود لاستمرارها ولبقائها على دفة الحكم. نعم دكتور، كان هنالك تحذيرات من قبل محافظ الموصل السابق أثيل نجيفي من سقوط مدن جديدة بيد تنظيم داعش، ما مدى صحة هذه التحذيرات؟ المشكلة هي في المعالجة، هم ينظرون إلى الملف الأمني كملف أمني مستقل عن باقي أوضاع الحياة السياسية والاقتصادية. الأمن هو منظومة كاملة في المجتمع. المجتمع العراقي لا يمكن أن يستقر الوضع فيه ما دامت العملية السياسية الموجودة المبنية على المحاصصة الطائفية بهذا إطارها العام، لا يمكن أن يكون هنا استقرار وضعين. هذا أولا. ثانيا، لا توجد نية حقيقية لمعالجة الوضع الأمني في هذه المحافظات. مع شديد الأسف هذه القوات الأمنية وكثير من هذه الحشد وغيرها لا زالت تمارس أعمالا طائفية. الآن يعني قبل ساعات بالضبط في صلاح الدين تم تهجير أكثر من 350 عائلة بحجة أنه علاقة مع داعش وغيرها. لا يمكن معالجة الملف الأمني بهذه الطريقة، لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا شرعيا، وتهديم ديورهم. هذا كل هذه المعالجات السيئة أعتقد هي ليست معالجات سيئة في نظرهم، وإنما هذا مقصود لدفع الناس للتخندق الطائفي، دفع الناس حتى تخرج من الإطار العقلاني للعمل باتجاه وحدة الوطن. دكتور يحيى، لجنة الدفاع البرلمانية دعت إلى الاستعانة بالطيران الروسي والإيراني لمحاربة ما وصفته بخلايا تنظيم داعش في العراق. نفس هذه اللجنة وغيرها من اللجان النيابية في قبة البرلمان كانت تطالب بضرورة خروج كل القوات الأجنبية من العراق. كيف يفسر هذا التناقض؟ هو هذا التناقض موجود كثيرا. يعني على سبيل المثال الحشد يقولون نحن ضد الأمريكان ومن يحميهم هي الطائرات الأمريكية، يقولون نحن ضد الوجود الأجنبي وهم يطلبون التدخل، يقولون نحن ضد وجود قواعد أمريكية والطائرات الأمريكية هي اللي من توفر الغطاء لهم. وبالعكس يعني هم لولا وجود التناغم الأمريكي أو التخادم الأمريكي الإيراني لم يكونوا موجودين. المسألة هنا كما قلنا، هم عندما يريدون تدخل هذه الدول أحيانا وعدم تدخلها أحيانا من أجل مصالح ذاتية. ما هي هذه المصالح الذاتية؟ كما هو معلوم بأن هذه الحشد الشعبي وغيره له ولاءات خارج الحدود، فبالتالي هو أيضا مرتبط بما يخطط للمنطقة. يعني هو منظومة الأمن في العراق ربطت بمنظومة الأمن الإقليمي، فبالتالي كثير من الأمور يتم تسويتها على الساحة العراقية. دكتور، إلى أي مدى تظنون أن الحراك الشعبي في العراق وهذه ثورة تشرين أربكت الحكومة ودفعتها للجوء إلى مثل هذه السياسات الأمنية لتخويف المتظاهرين وترهيبهم؟ بالتأكيد، لأنه الحكومة عاجزة عن أن تلبي أي مطلب من مطالب المتظاهرين نتيجة الفساد المالي والإداري، نتيجة التركيبة السياسية للطبقة الموجودة، فبالتالي كيف تفرقهم؟ حاولت بالقنابل المسيلة للدموع وحاولت بالرصاص الحي وقتلت كثير، استشهد كثير في هذه الساحات، ولكن كل هذه الأعمال الإجرامية التي مارستها الحكومة والميليشيات تجاه المتظاهرين لم تثنهم عن القيام بهذه الثورة الشعبية السلمية. فبالتالي كيف تحاول صرف نظر هؤلاء إلى ملف آخر؟ فلجأت إلى هذا الموضوع، الموضوع الأمني، لأن الموضوع الأمني حساس بالنسبة للناس، لأن هذا يمثل أمن المواطن. فبالتالي حتى يعني جائحة كورونا وما حصل لم تثني المتظاهرين من القيام بواجبهم يوميا وإثبات بأنهم في ثورة مستمرة ضد العملية السياسية وضد كل الموجود فيها ومن أجل تغيير كل هذا الواقع الفاسد الموجود. فبالتالي تحاول صرف أنظارهم، هي عجزت
عن طريق قتلهم وعن طريق اختطافهم وعن طريق كثير من الامور، لكن لم تثنهم عن عزم. الان حاولت بطريقه ثانيه، هو صرف النظر الى اتجاه اخر من اجل تمزيق هذه الجهود عبر زرع الطائفيه بهذه الامور. شكرا جزيلا لكم دكتور يحيى طائي، مساعد والأمين العام في هيئة علماء المسلمين في العراق للشؤون العامة، كنتم معنا عبر الهاتف.